صباح الخير مشاهدينا، اليوم الخميس 22 اذار 2012، حلقه جديده من برنامج الحدث بتطلع عليكم مباشره من قناه الجديد في بيروت. جمله من الملفات سنبحث اليوم على طاوله الحوار مع ضيفي رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد. رحب فيك مع الوزير في هذه الحلقه. شكرا. اهلا وسهلا فيك. هناك الكثير من الملفات بحاجه للوقوف عند انطلاقا من الملف السوري، وراي حضرتك والمعطيات المتوفره لديك حول اخر التطورات، قراءه في الوضع الميداني، الوضع السياسي، القرارات الدولية، آخر البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بالأمس حول الملف السوري وموافقة روسيا على هذا البيان، ماذا في هذا الموضوع، خصوصا أنه حضرتك زرت السفير الروسي في لبنان وطلعت منه على آخر أجواء الموقف الروسي من الملف السوري. صحيح. أيضا وأيضا الملفات الداخلية اللبنانية المرتبطة بسوريا، ظاهرة الشيخ أحمد الأسير، امتداد الظاهرة الدينية في لبنان وتطور بعض المواقف الداخلية المرتبطة بهذا الموضوع، مواقف نائب وليد جنبلاط، الحكومة اللبنانية بشكل عام كقرار النائب النفس، وأيضا ملفات داخلية كانت بالأمس، كان نجمة موضوع هيئة إدارة النفط بالأمس، وموضوع إعطاء المرأة الجنسية لأولادها. سنبحث بكل هذه الملفات بما تيسر لنا من وقت مع الوزير، بس اسمح لي بعد الترحيب فيك وقبل بداية الحوار أن ننتقل والمشاهدين إلى زميلتي كاترين حنا التي توافينا بموجز لآخر وأهم التطورات على أن نبدأ حوارنا بعد ذلك. عودة لكم مشاهدينا وإلى برنامج الحدث وضيفي رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد. جد ترحب فيك معالي الوزير. شكرا. في هذه الحلقة. شكرا. البداية من سوريا، لحضرتك كنت ضيف علي الأسبوع الفائت، كيف هي سوريا اليوم؟ سوريا بالقصة العسكرية والقصة الأمنية. القصة العسكرية بعتقد أنه صاروا خالصين، يعني كل المناطق، يعني استطاع النظام أنه يسيطر على كل المناطق اللي كانوا يدعوا أنه في سيطرة عليها من قبل بعض الخارجين أو المقاتلين، وآخر معركة كانت في دير الزور. طيب بس بالأمس المعلومات التي وردت على مواقع الثورة السورية والمعارضة السورية تفيد أنه القصف مثلا على سبيل المثال في حمص انتهى الجيش السوري من باب عمرو، سيطر عليها بالكامل، أعاد سيطرته على باب عمرو. بالمقابل امبارح الخالدية كانت عم تشهد قصف، أنه يعني لا تزال معارك أحياء، ولا تزال هناك، يعني حتى الجيش السوري الحر يقول في كل مرة أنه انسحابه تكتيكي من منطقة وينتقل إلى منطقة أخرى لمواجهة الجيش السوري. شو بده يقول غير هيك؟ يعني تحصيل حاصل أن يقول، مش راح يقول غير هيك. ثانيا كمان هو اللي بده يقول عدد القتلى قد ايه، مش انا وياك مش عارفين، هن بيحددوا على ذمتهم وعلى ضميرهم، وضميرهم واسع، يعني بيحددوا قد ما بدهم. 89 شخص وطفل، قبل مرة كانوا يقولوا 31 شخص وطفل، 27 شخص وطفل، الطفل للديكور يعني، ولا لهيك حبة المسك اللي بحطوها. بعدين حولوا الطفل لمرة، يعني 30 شخص ومرة. بس عم يعرضوا صور، المعارضة السورية عم تعرض صور على الانترنت، تقول انها وكيف مركبة ولا مش مركبة، مجازر مركبة ولا مش مركبة. طلعت ايضا بتلفزيون الدنيا مالك، طلع بتلفزيون الدنيا وما وراء الكواليس كيف يرتبوا القصص هذه، وانفضحت، انكشفت القصة. مش يعني مش سر انه الجزيرة هي المصدر الرئيسي لكل وكالات الانباء بما فيها الكلام اللي بتحكوا بالتلفزيونات اللبنانية، كمان نفس القصة الجزيرة وشهود ايان، شاهد ايام باستراليا بيقول بيحدد قد ما هي لا ما هي القصه لا تقتصر على مبدا شهود عيان ومبدا هيدا. المبدا اليوم في صور عم تنزل على الانترنت، على شبكه الانترنت، من قبل المعارضين السوريين عم بينزلوا صور لتظاهرات، يعني بالامس تحديدا كان هناك صور على الانترنت عن تظاهرات في حلب وفي في دمشق، في كفر سوسه، في عمق العاصمه السوريه. مالك حبيبي، انا عندي بيت هونيك، انا عندي بيت، انا مش هيك عم بسالك، شاهد العيان الفعلي، انا شايف شو الوضع، اللي بيقولوه شو الوضع هون، بفبركوا صارت معروفه، بفبركوا المظاهره باي شكل من الاشكال، وبيحطوا الورقه الكرتوني انه بتاريخ القد موجود هلا، هذا كلام صار واضح، يعني ما عاد سر وصار مكشوف. الوضع العسكري استقر الوضع الامني، هون السؤال، الوضع العسكري انحسم مش استقر، انحسم، لانه مثل ما عم تحكي مزبوط انه بيطلعوا من هون بيحاولوا يعملوا نتوء ثاني او هجمه ثاني، بس ما عاد في شيء اسمه منطقه مسيطر عليها عسكريا، ما عاد في هيدي القصه. الموضوع الثاني القصة الأمنية طويلة مش سهلة، يعني لبسيني لبسنتين ولا الله بيعلم أكثر، يعني مش معروف قد ايه، إنه ناس معهم سلاح عم يتمولوا بالفلوس وبالسلاح وخارجين عن القانون،
ومطلوب روسيا صار كلهم، يا قاتل يا مقتول. بدهم يضلوا يخربوا قد ما فيهم، يغتالوا هون، يفجروا سياره هناك، وهكذا دواليك. بدي اسال سؤال معليك قبل ما افوت بهذا الموضوع الامني، والى متى وكيف يمكن ان يكون الحال سوريا ذاهبه الى هذا الموضوع؟ لطالما وصفت سوريا او وصف الامن بسوريا بانه ممسوك بقبضه من حديد، يعني كان دائما يتمثل انه مش بس بسوريا، حتى بلبنان اليد السوريه كانت ممسكه بالملف الامني بيد من حديد. اليوم هذه اليد اللي من حديد اللي كانت ماسكه الملف الامني وماسكه نظام صار له 40 سنه بسوريا، كيف قدر فات كل هالسلاح اللي عم ينحكى عنه من قبل السلطه لدى المعارضه؟ اولا في اخطاء كبيره من الاجهزه سابقا، وهي لازم اعترف فيها، بعتقد النظام وبيعرفها النظام وبعرفها انا وبتعرفها انت ومتفقين على هذا الموضوع. واضف لذلك الامكانيات الماليه الهائله التي تاتي من مش من السر، يعني من قطر ومن السعوديه ومن تلفزيون الجزيره ومن تلفزيون العربيه، واضح انه بعدين يعني مش سر ايضا الكلام اللي عم نسمعه من اللبنانيين، بعض اللبنانيين اللي عم بيحاولوا يقولوا نحن يعني عم بيودوا سلاح وعم بيودوا اموال عبروا عم بتم في سلاح عم بيروح من لبنان دون شك دون شك، وعندهم وثائق كبيره اخواننا السوريين فيما يتعلق بالوصايا. السؤال الابرز، السوري لو عنده هذه الورقه ليه ما بيعرضها؟ موجودين عنده يعني كثير من الامور، طلعوا اكثر من مره اكثر من تصريح وقالوا انه في عندنا تاكيدات انه في لبنانيين عم بيهربوا سلاح، وصار معروفين عم بواجهوا اتهامات لفلان وفلان. بده يجي وقتها يعني مستقبلا من الموضوع. ما هي ليه مش هلا وقتها؟ يعني اول المعارك السوريه، اول المعارك السوريه، هل تعتقد هني مش عم ينكروا اصلا؟ هول اللي عم بيهددوا هني مش عم ينكروا اصلا يعني، وبالتالي صار يعني عم بمناطق الحدوديه، المناطق الحدوديه صارت معروفه انه التعاطي معها. هي بس بالمرحله الاولى يعني باول المعارك اتهم النائب جمال الجراح على سبيل المثال بانه هو من يهرب السلاح الى سوريا. طالبوا تيار المستقبل النظام السوري باظهار اي مستند او اي تحقيق يثبت ان جمال الجراح يهرب السلاح، حتى اليوم ما شفنا شو عم يعمل اليوم وزير الداخليه مروان شربي اللي عم بيقول انه بدنا نضبط الحدود، لا بده يضبط الحدود لانه في تهريب سلاح، مزبوط؟ طيب لا وزير الدفاع لبناني، بديش سوري، انا عم بحكي باللبناني، وزير الدفاع السوري عم بيقول ان قاعده شو عم تعمل؟ عم تهرب سلاح. طيب يعني مش يعني ما نضل نكبر بهذا الموضوع، وهن اصلا يعني هذا شرف يدعوه، يعني مش انه لا يدعوه، هذا شرف الموجودين عندنا في لبنان اللي عم بيحاولوا يخربوا العلاقات بين لبنان وسوريا، واللي طبعا من يسعى لهذا الموضوع في لبنان؟ 14 أدار وأطراف والاسلاميين منهم يعني المتطرفين اكثر، وتيار الحريري مش سر يعني القصه يعني معروف. مين في اسلاميين ب 14 أدار؟ ولو انه الاستاذ خالد الظاهر مش اسلامي؟ ضمن تحت جناح تيار المستقبل. طيب يا سيدي احسبه تيار المستقبل مثل ما بدك احسبه، وغيره شو بدنا منه، وبعض رجال الدين يعني في كثار يعني معروفين، وهلا سلفيين دخلوا على الخط، ويمكن ما بعرف شيخ احمد الاسير كانوا عم يلعب بهذا الدور ولا ما راح احكي عن شيخ احمد الاسير لانه حاول يميز حاله كثير عن تيار المستقبل. خلينا نقول في الملف السوري، خلينا نقول فيما يتعلق بهذا الموضوع، نعم في تهريب سلاح من لبنان ومن غير لبنان ايضا على زعيم سوريا. وفيما يتعلق بالقصة العسكرية أعتقد يعني ما عاد في أمل للآخرين أنه يقدروا بعد يسيطروا على منطقة معينة حسب أمر الجيش السوري فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكان آخر شيء يعني مثل ما أنه معروف 3-4 محلات، يعني كانت ببابا عمر، وكان بالرستان، وكانت بالقصير، وكانت بريف إدلب، وكانت بالأمس على المناطق الحدودية. كان لافت أنه هناك تركيز على القصف على المناطق الحدودية، في جزء منه وصل على لبنان، يعني عند مجرى النهر الكبير الجنوبي في شمال لبنان عند القرى المحاذية للقرى العكرية، وين هربوا الناس؟ وأيضا عند مشاريع القاع. مالك ما بدك تتوقع هذا الموضوع، وين هربوا؟ هولي قالوا انسحبوا تكتيكيا، وين راحوا؟ تخبوا بالبساتين، تخبوا بمناطق معينة، طبعا بده يلحقهم الجيش يعني، وشيء طبيعي. وبعدين مش نحن كمان، الأمم المتحدة بتقول لك انه في قتال بين طرفين، بين طرف الجيش وبين طرف النظام، هذا باخر بيانه هلا بنحكيه باخر صحيح بالبيان الرئاسي عن مجلس الامن بالامس. بالنسبه لموضوع الداخل السوري، طب انهى الجيش سيطرته تقريبا، او بما معناه انه نظف بعض المناطق، وبحسب ما يقول بيانات النظام السوري وانه عادت الى سيطره الدوله السوريه. طيب اليوم اللي قادر يعمل كل هذا الشيء ما قادر يضبط امن تفجيرات عم تتحرك من منطقه لمنطقه؟ لا مش سهل. ليه؟ لانه بباريس بتنعمل هذه الامور،
بلندن بتنعمل هذه الامور، بنيويورك بتنعمل هذه الامور. تصنيع المتفجرات سهله بكل بساطه، انك تصنعها وتحطها بسياره وتروح تفجرها. بس اللي عم بصير مش متفجره، مش اصبع ديناميت، عم بصير سيارات مفخخه. ايه سيارات مفخخه عم بيها ديناميت وعمال وفجر فجر مثل ما بدك. ايش اسهل منها القصه؟ التخريب ما في اسهل منه. والاغتيالات، واحد حامل مسدس وربما كاتم صوت بيمرق على الموتوسيكل وبيصل من حد شخص من الاشخاص، وهذا اللي صار. الله يرحمه ابن الشيخ احمد حسون. ابن الشيخ احمد حسون وغيره مش بس يعني هذا واحد. بدي ابحث بهذا الموضوع لانه حضرتك لمحت ببدايه الحوار انه القصه طويله، قصه الهدوء الامني بدها وقت. رح ابحث بهذا الموضوع، بس اسمح لي قبل ما نكمل حوارنا حول الملف السوري والملفات الداخليه، في اليوم ملف ظهر الى العلن ابعد من ملف سياسي ولكن في الداخل اللبناني ارتباطه سياسي، ملف الاشكال والتبادل تبادل التهم ما بين وزير الثقافه جابي ليون و وزراء الثقافة السابقين تمام سلام وطارق متري حول موضوع المدرج الروماني في سوليدار. هذا الموضوع اليوم سيكون محور أخذ ورد على اعتبار أنه وزراء الثقافة السابقين الثلاثة سليم وردي، طارق متري وتمام سلام يقودون عند الساعة 12 ظهرا مؤتمر صحفي للرد على الوزير جابي ليون حول طرحه بموضوع المدرج الروماني. على كل حال لسؤال حول هذا الموضوع معي في اتصال مباشر على الهواء وزير الثقافة جابي ليون. صباح الخير مع الوزير. صباح الخير. صباح الخير لك استاذ مالك، صباح الخير لضيفك الكريم معالي الوزير. شكرا شكرا شكرا. معالي اسمح لي بداية اعترض على شيء حضرتك ذكرته، انه تبادل التهم. انا لست في وارد اتهام احد باي شيء. نعم. انا في وارد فقط سرد الوقائع كما هي والإيضاح للرأي العام شراء المغالطات والالتباسات التي يحاول البعض زرعها في الأذهان. نعم. لأسباب أصبحت مكشوفة ومفضوحة لدى كل من يريد الاطلاع والمعرفة. مع الوزير هذا الموضوع. نعم. بالأمس كان هناك أو من 48 ساعة كان هناك زيارة لوزراء الثقافة السابقين الثلاثة لقصر بعبدة، اليوم هناك مؤتمر صحفي للرد عليكم، برأيك كل هذا الشيء لماذا؟ يا أستاذ مالك، يا أستاذ مالك، الموضوع إذا بدنا نشرحه، أنا عقدت مؤتمر صحفي النهار. صحيح صحيح. وبتمنى على الجميع يطلع على اللي قلته. صحيح. ما بدي آخذ وقت من معالي اللي عندك بالاستوديو. صحيح. لا هي الفكرة إنه ليه؟ وقت أنا ليش أنا بالنوايا بترك للرأي العام، بترك لحسكم النقدي، بترك للإعلام الواعي والإعلام الغير مأجور أنه يوضع هذه الحقائق أمام الرأي العام. خلينا نرجع نقول باختصار، بداية خليني أعمل لك مقدمة صغيرة. نعم. بتسألني عن ثلاث وزراء، أنا بالنسبة لي الحكم استمرارية، الحكم خاصة في الأمور الثقافية، وأنا قلتها منذ أول يوم، أنا مش جاي أخلق ثقافة بالبلد ولا لأبني على شيء غير موجود، أنا جاي أوضع مدماك فوق بنيان قائم. وشو بنقدر نزيد عليه بالإمكانيات اللي عنا إياها بالوزارة الثقافة، لأنه هيدا كنزنا وهيدا بترولنا. طيب. ما حدا اليوم من الناس بس، ولكن الوزراء السابقين مع الأسف يمكن ما بيفكروا بس أنه الحكم الاستمرارية، ولكن بيطلعوا إلى الأمان، صار عندهم عم بيطلعوا إلى من يأتي من بعدهم. أنا لم أنقض أي قرار اتخذ منهم مثل ما عم بيروجوا. القرار اللي أخذه الوزير تمام سلام بوضع العقار على رائحة الجرد العام لا يعني وضع يد ولا يعني استملاك. بيعرفوا الناس شو معناتها وضع عقار على لائحة الجرد العام؟ معناتها يا حضرة المالك ممنوع تمس بالعقار أي تحوير أو تغيير أو بناء أو تحوير بالبناء بدون ما تسأل المديرية العامة للآثار. سألوها للمديرية العامة للآثار، شو جوابهم؟ لم يجب بأي جواب. العقار الموضوع اللي عم نحكي فيه، عم نحكي عن مدرج سباق خيل روماني صحيح، ولكن مدرج سباق الخيل الروماني مش مثل تبع سور مكتبل، عم نحكي عن جزء بسيط جدا 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 من بقايا على عقار واحد، باقي العقارات مدمرين حلفائهم ومدمرتهم سوليدير وما حدا سأل. ولكن اللي باقي هذا العقار مساق ببيت مواجه لسكن احد الاشخاص، وحضرتك بتعرف مين يعني بالنسبه لإلي سكن احد الاشخاص، والمستثمر في هذا العقار احد الاشخاص. الوزير تمام سلام بعقار مجاور لنفس السبيدة يعني الشوكه الوسطيه اللي نحن عم نتركها مكانها ناقلها من مكان الى مكان اخر. الوزير متري الحمام الروماني ما تبقى منه الى جانب هذا العقار بيقول يشكل جزء من ميدان سباق الحمام، ناقله من مكان الى مكان اخر. نحن قدام مخلفاته اليوم قار واحد،
اتكلنا على رأي العلم وخبراء الآثار اللي اجوا قالوا لنا ما في مشكل، قالوا لكم ما في طريقتين. انا مش عم بعمل راعي مستثمرين هون، ما في طريقتين للمحافظة على هذه البقايا، في طريقة واحدة دمجها في بناء يحميها من الأعشاب التي عم تربط الجذور تبعها وتشلعها. ما عم ننقل بحصة من مكانها، حاجة ضل الرغد عام. يعني اليوم استاذ مالك شو موجود؟ شو موجود عندنا؟ موجود عندنا قطعة صغيرة من المدرج، المدرج يمتد على عشرات وعشرات الأمتار فيما لو في الميدان موجود مثل صور، قطعة صغيرة جدا من المدرج، هيدي أحجار صغيرة ليس خطرت بمادة كلسية، ممنوع العشب، ممنوع المي، ممنوع تكون متروكة بالطبيعة مثل ما هي، وهيدا قلنا له ممنوع تبثوا فيه، بتحيدوا البناء عنه. في موضوع آخر، الشوكة الوسطية يعني الحائط اللي بيبرم حواليه الخيل، هيدا صخور كبيرة نسبيا. مدمرينها هني يا عم الوزير، سلمنا إلا من مطرح لمطرح بالعيار 1371 المحاذي. أنا قلت لهم هيدي أوكي فيكم تشيلوها، بتعمروا البناء وبتردوها مطرحها بالتمام، مش مثل ما عمل غيري بتشيلوها. وشو رح أخذ بالمقابل أنا كدولة؟ رح أخذ طابق كامل مساحة 3700 متر متحف لهيدي الأحجار يلي ما بقى لها قيمة، أكلتها الأعشاب. اليوم أنا بدع الناس، واليوم اللي عم يتمادوا الأولاد وعم يتمادوا على الفيسبوك ينزلوا يشوفوا عن شو عم نحكي. طيب معاليك، إذا الموضوع هالقد فيه شيء منيح لآثار لبنان ولوزارة الثقافة، شو من أي منطلق اعتراضهم للوزراء الثلاثة؟ حضرتك عم تسأل وأنت الإعلامي وبتعرف شو هيدي المكنة الإعلامية لما تكون عم تشتغل، ولما يكون في وزراء مجندين نفسهم للمدافع عن طلب. ما بدي ادخل بالنوايا، بتعرف عن اي مسكن عن مسكن مين عم نحكي؟ واضح انه القصه قدام بيت الوسط مقابله لبيت الوسط. استاذ مالك معلش، ما حضرتك شرحتها، انه مواجهه لبيت الوسط. لا مفيد التكرار. انا امبارح ليه ما شرحته بعد؟ ما رحت على جلسه مجلس النواب بكير، تاخرت اروح، ذهبت الى المكان، ذهبت الى مكان، حبيت ارجع اطلع نحن عن شو عم نحكي، مع انه عندي تقارير وصور الخبراء. نزلت لهوني، كنت امنع من الدخول، سياره عليها لوحه حكوميه بترجل منا، بيجي لصوبي بيطلع باللوحه وبيطلع فيي بيقول لي نعم استاذ شو جاي تعمل هون؟ عنصر امني ومعه عنصر مدني. عرفته عن حالي او الشاب اللي معي عرفوا عني، اشتغل على الجهاز بلش يعطي تعليمات، وانا عم بدخل لحديقه عامه على الخرائط بليك بحكم الواقع محوله لحديقه خاصه جميله جدا بالمناسبه، ممنوع الدخول اليها. بقى انا بدعي الناس كل اللي بدهم يعرفوا، لانه اللي بيفهم واللي ما بيفهم اليوم عم بيحكي، ينزلوا الى هذا المكان. هلا لانه حكيت هيك ما رح يمنعهم، رح تكون متاحه. العيار 1370 مسيج، محطوط الواح معدنيه عليه، ولكن جنب نقطه الحراسه تماما في لوح الالواح المعدنيه مزيل من مكانه، بيقدروا يوصلوا لهونيك قبل نقطه الحراسه ويطلعوا على العيار اللي عم نحكي عنه. وشهيش وينوم ميدان سباق الخيل؟ العالم عم يتصوروا لهم بذهنهم في ميدان سباق الخيل تبع صور وجابي ليون عم بيدوروا. لا، الاشخاص اللي عم بيحكوا هن مش مصدقين نفسهم انه هن بيحافظوا على الاثار وجابي ليون بيدمرها، هن مش مصدقين نفسهم. بتمنى على الناس بس صدقهم يعرفوا عن شو عم ينزلوا ويشوفوا. نعم، اليوم الموضوع ماشي لن يتوقف. الموضوع يا سيد مالك، قدمت شركة المالك، الشركة المالكة اللي ما بعرف منن، اللي عرفت الأسماء من الإعلام لاحقا، من زمان قدموا قالوا نحن نطرح الدمج. سألنا الخبراء ماذا يعني الدمج، قالوا لنا هذه الطريقة المعتمدة في أوروبا والتي توافق عليها منظمة اليونسكو ومنظمة الإيكوموس التي تعنى بالأثار دوليا، معتمدة في أتنا، في باريس، في لندن. هذه طريقة حديثة ضمن المدن، مش دائما بنعتمدها، في مرات بنروح على الاستملاك. ليش ثلاث وزراء ما استملكوا للعيار؟ ثلاثة برئ عليهم، أقصى ما توصلوا إليه وضع على لائحة الجرد العام، خلال فترة قصيرة بدها تجاوبوا للمالك بتعمل هيك أو ما بتعمل هيك. مع إنه كانوا عارفين بوقتها إنه في مدرج روماني، طبعاً قرار وضع على لائحة الجرد العام لأنه يحتوي بقايا مدرج روماني، وإلى جانبه عيار يحتوي الحمام الروماني التابع للمدرج نسمح بإزالته ونقله من مكانه، وبعيار اخر يحتوي الشوكه الوسطيه تماما مثل ما موجود بهذا العيار تماما. هيدا 1370، هذيك 1371، منزيل الشوكه الوسطيه وبنوضعها خارج البناء
الحركه الخارجيه وهي امتداد خط يعني جالس مستقيم. نعم. عم نحكي عن حيط طوله يمكن 100 متر ما بعرف قد ايه او 200 متر. نعم. نحن بنلاقينا شق في مترين ثلاثه اربعه ما بعرف شو هي، هيدي رح نشيلها نردها مطرحها، هو شيلها حتى غير مطرح. ورح نعمل متحف بالمبنى. عم بحاضر شو رح تدمر، انا عم بفصل على الشعب اللبناني لمتحف في الهواء الطلق مفتوح من الطريق العام، وجبرتهم يعملوا ممرات يعني طابق اخر غير الطابق البنيان. ضمن البناء لممرات معلقة جسور للبشاة وللسواح، من لا شيء عم نعمل معلم سياحي ومتحف في بيروت وبدون دفع أي قرش وبدون خسارة حصى واحدة من الأصابع. بس يعني بس مشكلته يعني. إنه مواجه لبيت الوسط. هذه مشكلته هني مش مشكلتي أنا لا أتطلع إلى الأسماء ولا إلى الأشخاص ولا إلى الخلفيات. إذا حدا بيجي تعليمات وبيتصرف يتصرفوا هني بالتعليمات اللي بتجيهم، أنا ما بأخذ تعليمات من حدا. نعم. وزير الثقافة جابي العيون، شكرا جزيلا لك على توضيح هذه الصورة، رغم المؤتمر الصحفي كنا بحاجة أكثر لتوضيح حول هذا الواقع، واقع الخريطة على الأرض لهذا العقار وهذا الخلاف حول الموضوع. شكرا جزيلا لك، وعلى أمل شكرا لك، وعلى أمل اللقاء القريب بك في حلقات هنا ضمن برنامج الحدث للوقوف على هذا الموضوع وأيضا الموضوع السياسي اللي لازم نحكي فيه مع حضرتك قريبا. معاليك بالعودة إلى الملف السوري، سوريا إلى أين تتجه أمنيا إذا ما ضبط الوضع ميداديا على الأرض من بعض المناطق، بس أمنيا اليوم كل شوي بنسمع تفجير بمنطقة. أمنيا في عناصر منتشرة هربت طبعا من المناطق اللي كانت متواجدة فيها، يعني حاولوا يتجمعوا فيها، سواء خاصة بالمناطق الحدودية مع لبنان والحدودية مع العراق. هربوا المناطق هذه، انتشروا يعني منتشرين اما ببيوت مخبيين ببيوت بدمشق، مسكوا خليه موجوده في كفر سوسه في شقه مش بالمزي بالمزي عفوا بشقه من الشقق كانوا موجودين وموجودين او ببيوت او ببساتين او بانفاق او بمغر او باي شو اسمه. هلا مهمه الامن انه بده يحاول يلاحق كل هؤلاء من اجل الوصول. المحت حضرتك انه القصه بدها وقت. شوف يمكن اللي بيساعد على تقصير الوقت انه عم ينحكى كثير عن جهود سياسيه، وبعتقد انه هذا هلا طبعا عم تقول لي انت بالعناوين انه بدنا نحكي عن البيان الرئاسي. صحيح، البيان الرئاسي لمجلس الامن. هذا البيان الرئاسي بياكد انه في تواصل صار جد، يعني عم يقترب التواصل بين امريكا وروسيا بشكل فيه جديه اكثر من السابق. بعتقد انه اذا صار في يعني تفاهم حول هذا الملف او هذه الملفات، لانه بعتقد بصير تسرع بقصه الحسم الامني، يعني بس ينقطع الوريد المالي والسلاح على هؤلاء، يعني بتعرف انه في هل حاملين سلاح مقابل فلوس، يعني كانوا بفوت لهم بالشهر 50 دولار 100 دولار معاش و150 دولار بسوريا، عم بفوت لهم 1000 دولار و1500 دولار و2000 دولار بالشهر، طيب يعني هذه يعني وخاصه انه في اكثريه منهم خارجين عن القانون، بعدين المخدرات والحبوب الهلوسي والى اخره، كل هذه الامور اجتمعت مع بعضها البعض وبالتالي كونت هذه المجموعات المتفرقة. أين هي الثورة السورية من كل اللي عم تحكي حضرتك؟ يعني أصلا ما في شيء اسمه ثورة سورية إلا يعني اللي أنا بقول لك شغلة، يعني اللي طالبوا بالإصلاح بالبداية وصل النظام يقول إنه ما عن حق يطالبوا بالإصلاح. هيدا اللي بدي أسأله، إنه لما النظام بيعمل إصلاح يعني اللي طالبوا بالبداية كان معهم حق، والنظام قال هذا الكلام إيه؟ وقال تعونا، بس القصة مش هون، انزعجوا من الإصلاح، الذين كلفوهم بالتخريب انزعجوا من الإصلاح، انزعجوا هني أو اللي عم بيقاتلوا لأنه بينقطع رزقهم إذا صار في إصلاح واستقرار، واللي عم يدفعوا للي عم بيقاتلوا كمان انزعجوا من الإصلاح لأنه بدهم يخربوا، ما بدهم إصلاح، ما أصلا لو في عندهم إصلاحات منيح، لو في عندهم ديمقراطية منيح، لو في عندهم توزيع ثروي حقيقي منيح، لو في عندهم مجلس تشريعي منيح، لو عندهم دستور منيح، منين هو يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فبالتالي هني ما بدهم هذا النظام العنيد اللي ضل يعني اجى لعنده الرئيس السادات لعند الرئيس حفظ الاسد وقال له مشي معي على كامب ديفيد، مشي معي على الكيان الصهيوني، انا برد سيناء وانت بترد الجيران، قال له الفلسطينيين شو بدنا نعمل فيهم الى اخره، انا ما برضى بالقصه هذه، بدنا قرارات الامم المتحده ال 400 ال 242 تطبق، قال له اصطفل، راح وبقي سوري، ضغطوا على الرئيس حفظ الاسد وضغطوا على الرئيس بشار الاسد، قال له شلنا الفلسطينيين من عندك، المنظمات الفلسطينيه وحماس والجبهه الشعبيه القياده العامه وكل شو اسمه، قال له بيروح اخر سوري بيضلوا هؤلاء موجودين، قال له اقطع علاقتك بحزب الله وبالمقاومه ونتفاهم معك، قال له بالعكس هذه قوه من حقنا وبالتالي نحن مستفيدين فيها انه تواجه العدو الصهيوني هذه القوه وبدلنا ظلم، قال له اقطع علاقتك بايران، قال له ايران مش شايف منها الا كل الصداقه، فيعني لكل هذه الاسباب لكل هذا العناد
اللي واقف فيه النظام السوري كان مطلوب راسه بهذا الشكل، ما عاد يسر بالموضوع. رح يوصلوا لراسه؟ ما بعتقد انا شخصيا، ما بعتقد اليوم، لانه انتبه يا امريك، مسارات القصه اكبر من امريكا نفسها. في عظمه جديده بدها تطلع، ما عادش يضل المستفرد الامريكاني. نحن امام حرب بارده اليوم روسيه امريكيه، خلص بدت ولا بوتين، هذا بوتين والصين وربما الهند. قبل ما احكي بس بهي النقطة بدي بس فكرة سوريا، عم تقول حضرتك انه لن يذهب رأس النظام او لن يحصلوا على رأس النظام. اليوم اذا صار في تسوية، ما هو جديد اليوم في سوريا؟ هو النظام السوري ام انه تغير؟ لا تغير النظام. ايه بس بعد الرئاسة موجود الرئيس الاسد بعد 2014. يعني تغير الجسد ولكن الرئيس لا يزال. تغير الدستور يعني غيرت النظام، عم تغير النظام. شلت حزب البعث، ما عادش هو القائد. شلت المفتوحه قصه رئاسه الجمهوريه بشكل مستمر، وعملت دورتين فقط، وعملت القوانين الانتخابيه الجديده وقوانين الى اخره. ربما قوانين احزاب وقوانين اعلام، بس الاهم من هيدا ربما يكون في بعض الملاحظات الملف العسكري والامني وبعض الملفات الاخرى ايضا. العسكري فينا نقول بانتهاء دار الزور انتهى العسكري، خلينا بالامني، مش الميداني على الارض. الملف الامني اللي هو هذا النظام، نظام لطالما قيل انه نظام امني، اليوم سيبقى نظام امني؟ ما بعتقد، يعني بوجود هذه المؤسسات الجديده ما بعتقد. هلا كانه مخابرات بتقول لي المخابرات اخطات، ممكن، مش عم اقول لا، والمفروض انه ما تخطئ، مش انه اخطات ونكرسها خطا على طول. لا، المخابرات بلبنان ما بتخطئ، لا المخابرات بمصر ما بتخطئ، لا المخابرات بفرنسا بامريكا ما بتخطئ، المخابرات كله بيخطئ. المخابرات بامريكا ما هي يمكن تأمرت على كينيدي، يمكن تأمرت على مش عارف ماذا عن على البرجاين. ماذا عن الدم؟ اليوم يحكى عن 9000 قتيل حتى اليوم في سوريا. هودي كيف ممكن تسوية تسكت 9000 عائلة رايح لحدا؟ يعني أنا بقول إنه اللي راح للنظام كمان كبك، العائلة تبع النظام كمان كيف بتعمل؟ من الطرفين راح 9000، مش من طرف واحد. صحيح. بالأول كانوا ينكروا، وكان اللي عم يدفعوا الفلوس ينكروا، واللي عم يبعثوا سلاح ينكروا. طيب ما عم يبعثوا سلاح مش سر، إنه عم يبعثوا سلاح ليقتلوا الناس. والمجازر اليوم آخر برقية وصلت قبل ما فوت على التلفزيون هلا، روسيا تستنكر الحقوق الانسان، منظمه حقوق الانسان يستنكروا المذابح للتجاوزات، انتهاكات المعارضه. هيدي طيب يعني لا، هيدي من روسيا جاي، لو من امريكا كنا بنقبلها، لو من قطر كنا بنقبلها، لو من شهود الزور، شهود العيان كنا بنقبلها. شو هالحكي هذا؟ هذا في كلام واضح عم بفوتوا على فاتوا على حمص وذبحوا، بديش احكي لاي طوائف، ذبحوا عملوا مذابح داخل حمص، ما يسمى بالمعارضه هذه، فاتوا عملوا مذابح ضد الاهالي وضد الاطفال وضد النساء، ويصوروها انه النظام هو اللي قام بهذه المذابح. هاي القصص اللي حاصله في منذ حوالي دقيقتين اعلنت المعارضه السوريه تشكيل مجلس عسكري في دمشق لرعايه مهام الجيش السوري الحر. يعني هذا بتعرف فيش اسهل منها، بيعلن بيعمل لك بيانات. شو يعني وين بدمشق؟ انه شو اعلنت اذا قالوا وين يعني هيني؟ لا انه بقول بدمشق وبقول بحلب وبقول بدار الزور، هلا بكره بيطلع لك انه بحلب كمان وبدار الزور. ما بيقولوا انه نحن ما عم نقول وين، امنيه حمايه لامننا. بس انه شو يعني انه فرجينا شو عم يعمل يعني؟ بس بيقدر يعني يفخخ سياره بجوز يعني، او يغتال شخص بجوز، هي نفس القصه، ما بيزيد شيء. انه يعني مش اعلان قصه مهمه انه اعلن، ما بكل بساطه اي واحد، وهذا مين اللي بيكون اعلن؟ بيكون قاعد او باسطنبول او قاعد بنيويورك او قاعد بسيدني باستراليا او قاعد باي محل، وبيقول لك انا اعلنت. ايه يقولون مجلس عسكري لدمشق وريفها، هكذا ورد في وكالات الاخبار. طيب وبكره كمان ما انه عاملين اصلا يعني، موجود انه هذا المجلس العسكري لسوريا كلها عاملين، الجيش الحر موجود بكل، بيقول لك انه موجود بكل سوريا وشغال بكل سوريا يعني. شو جديد بهالقصه هذه؟ مش جديد يعني، ما فيها شيء جديد، بس انه غير هوبره اعلاميه، وبيعرفوا انه بده يتنقل هذا الخبر وسائل الاعلام الخاصه فيهم وبتمشي القصص. نحن امام حرب بارده روسيه امريكيه، قلت حضرتك كيف ستتجلى بالملف السوري خواتيمه؟ سوريا يجب ان تصمد، وصمودها هو اللي بده يساهم بتسريع بروز هذا الكيان الجديد، الكيان العالمي العملاق الجديد، متكون من ثلثي العالم مقابل الثلث الاخر. ما بقى في احاديه مواقف تتفرد بها الولايات المتحده ثلثي العالم الأمريكية. ثلثي العالم مالك يعني، في عندك كل اسيا نستثني فيها ما بعرف الجزيره العربيه بعد يمكن، والباقي كل اسيا هذا كوم، كل امريكا اللاتينيه هذا كوم ثاني، جزء كبير من دول افريقيه. فيك تتخيل هؤلاء كلهم مع بعضهم البعض مقابل الحلف الناتو الموجود. بس اليوم ما قدروا يعني، اليوم بمجلس الامن كانت روسيا عم توجه لحالها هي والصين.
ايه بس الباقيين كلهم موافقين معه يعني مش 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 لا يعني عم تواجب الامل لانه خلص معهم الفيتو انه هاو البيت القصير ببينه. اما كل امريكا اللاتينيه معروف كلها يعني مأيدي هذا النظام ماشي معهم جنوب. ماذا تريد روسيا من الوقوف الى جانب سوريا؟ ونحن كنا شايفين له موقف قبل من ليبيا، يعني قبل اقل من شهرين من انطلاق التحركات في سوريا كانت ليبيا كانت روسيا عربت الهجوم على ليبيا، دفعت ثمن، دفعت ثمن انه غشوها وورطوها وما كانش عارفين راح تصل لهذه النتيجه وقالت. ألم يكون الموضوع صفقات؟ ربما يكون صفقات بس ما ولأنه ما طلع لها بليبيا عم تنتقم بسوريا؟ ليبيا بدول افريقيه بيعتبروها هلا صار التقسيم مع الدول العربيه دول لانه هي اللي بدهم يوصلوها. بس من هي جزء من جمع الدول العربيه بس بغض النظر عن كونها افريقيه هذا انا وياك هذا انا وياك بغض النظر عن كونها افريقيه او عربيه هذا انا وياك انه افريقيا هونيك شيء ومش ما فيش حدود مع ما فيش حدود مباشره مع روسيا ولا غيره، هم في حدود مباشره مع روسيا، هم في سوريا، العراق، ايران. شو اللي ممكن الموضوع يختلف بين سوريا وليبيا؟ لا في فرق كبير، هذه مجاوره لروسيا، هذيك ولا كوين ليبيا عن روسيا، وبعدين عن الصين وعن جنوب اسيا كلها وعن دول عن اندونيسيا وعن عن باكستان وعن افغانستان. بس كمان انحكى كثير عن نفط ليبيا، يعني حينما لم تاخذ روسيا حصتها اللي كانت موعوده فيها بليبيا. هلا بدك تقول لي انه كرمير سودعيل شو اسمه تعب عندها مصالح يعني دون شك انه بدك تصل تقول لي انه عندها مصالح روسيه مزبوط مصلحتها وهذا اللي عم بيقول إيه لا اللي بدي اساله انه قرار استراتيجي ام انه موضوع صفقات بس روسي يقول انه هذه المعركه ليست معركه سوريا فقط انما معركه روسيه ايضا روسيه بالدرجه الاولى وسوريا بالدرجه الثانيه نعم. لانه هناك مشروع قيام هذا الحلف العظيم واللي سوريا صمود سوريا هو الذي يساعد على تسريعه. هذا ما وصلتم اليه بعد لقائكم بألكسندر زاسبكين؟ صحيح، واسمعنا منه هذا الكلام الواضح انه نحن مش موقف تكتيكي ابدا ولا موقف مصلحي، موقف اهم من كل مصلحة كبير مش مصلحي خاص ببترول ولا بارض ولا بشيء. يعني قرار استراتيجي هذا الوقوف الروسي الى جانب سوريا؟ قرار استراتيجي لا رجوع عنه، وبالتالي هو الذي سيساعد على إقامة النظام المشروع الحلف الجديد المكون من جنوب آسيا وجنوب أمريكا في مواجهة أمريكا وجنوب في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية الناتو حلف الناتو حلف الناتو ككل. أوروبا وأمريكا حلف الناتو ككل. وبعدين نلاحظ أنه هذا حلف شاب، هذا حلف صبر منتهي، هذا حلف وحقق انتصارات مؤخرة. مثلا أدي غراهن على إيران طلع خامنئي سيد الموقف، قد يراهنوا على سوريا طلع بالدستور نصر سياسي وبالقصة العسكرية نصر عسكري، قد يراهنوا على بوتين انه بده يخربه بده يطلع تزوير الى اخره طلع زعيم الزلمه الى اخره. شوف ساركوزي شو عم بيصير فيه، شوف اوباما شو عم بيصير فيه، شوف الوضع المالي باوروبا شو عم بيصير فيه، شوف الوضع المالي بامريكا شو عم بيصير فيه. بس معاليك بيوم من الايام قيل عن رجب طيب اردوغان كمان زعيم مثل ما اليوم عم تقولوا عن بوتين زعيم. الفن بال 2006 تم عقد الربيع العربي في قطر، والربيع العربي حضروا كلينتون وبنت كلينتون مديرة مكتبه كوداليزا رايز وواحد تركي من يمكن أوغلو أو واحد ثاني وإسلاميين، واتفقوا على التغيير، اتفقوا على التغيير بكل المنطقة العربية. بس بغض النظر وتسليم عن الإسلاميين اليوم تركيا بيوم وصلنا إلى تركيا لأرجع لأنه بدي أوصل لك لقصة ثانية ما خليني أكمل بس القصة. وصلوا لقصة إنه نحن بدنا نساعدكم على التغيير الأمريكان بدنا نساعدكم على التغيير، بتستخدموا أسلوبين، اسلوب الاعلام واسلوب المال، واذا في اسوأ الظروف اسلوب العسكري بليبيا بيستخدموه هونيك بالاعلام تونس ومصر قطعت واليمن عم بيحاولوا بالمال كمان بالتغيير بالمال هون بسوريا المال والسلاح والاعلام. اتفقوا انه الجزيره تكون النموذج وهذا كلام مكتوب تفتح فيك تفتح الربيع العربي بقطر بتشوف اتفقوا على انه الجزيره هي التي تكون نموذج للاعلام. بس اليوم مش بس الجزيره متفرده بهذا الموضوع على راسي ما كله يعني مش اليوم ما اليوم كل الاعلام على الوقت اللي بتقلب سي ان ان بي بي سي جزيره كونية عربيه كونية كل الدنيا كله حرب كونيه يعني لانه بدهم اصلاحات في سوريا بدهم راس النظام السوري اللي بعده عم بيعذبون. خليني اكمل لك تفضل. اجى امير قطر على لبنان دفع شويه مصاري عشان يسوق نفسه، راح على سوريا يقول له الرئيس الاسد بدي يتمشى بشوارع دمشق، بدي يروح على الحميديه، بدي يروح. طيب مش هيدا اللي صار؟ يوم من الايام رفعنا شعار شكرا قطر ونزل زار الجنوب ولبنان كله مشي ما حدا قال لك ما غشيناش ونفس الشيء بسوريا ما حدا قال لك ما غشيناش يا مالك بس انا عم اقول لك انه سوقت نفس الجزيره غطت 2006 وغطت حرب غزه صار اخذت الثقه لتلعب هذا الدور وامير قطر اخذ لعب هذا الدور بانه سوق نفسه جماهيريا ليلعب هذا الدور. واردوغان طلع شو دخلك المذيع قاطعه فطلع احتجاجا هذا الزعيم اردوغان
أبو علي يوم اللي واجه اللي واجه الرئيس الإسرائيلي وانسحب من مؤتمر دافوس. لا لا مش الرئيس الإسرائيلي من دافوس، عشان مش الرئيس لا أبدا، ما دخلش الرئيس الإسرائيلي، دخل المذيع قاطعه ما عطاش الوقت، قال له أنت مش بتحترمني طلع. إيه بس هو لأنه عطى الرئيس الإسرائيلي الوقت أكثر، وكان معروف أنه واجه اليوم. وحتى أبعد من ذلك يوم قضية مرمرة. مرمرة مين عملها؟ لمعلوماتك يوم قضية مرمرة نص العالم العربي رفع صور رجب طيب أردوغان، مش هو اللي عملها، أربكان جماعة أربكان اللي عملوا الأسطول تبع مرمرة، جماعة أربكان اللي عملوا، أربكان اللي بيقول عنه يهودي، بيقول عنه يهودي لأردوغان، سوق نفسه كمان معارضة تركية وسوق نفسه أردوغان. طيب وانكشفوا عزمي بشارة امبارح كمان كان يا لطيف البطل القومي الناصر إلى آخره كشف، شو فيها بتصير القصة هذه؟ ليلى سوريا كشفت الكل؟ مش سوريا، نحن كشفنا الأزمة السورية، مش سوريا طبعاً، بمعنى سوريا الأزمة السورية كشفت الكل؟ طبعا كشفت الكل. طب ما الفريق الآخر يقول إنه الأزمة السورية كشفت النظام السوري كمان، شو كشفته؟ إنه كان ضعيف، إنه مش ضابط حدوده بالأول، وإنه صار في كمان مزبوط، أنا بقول لك إيه مزبوط، كان هو كشف نفسه، النظام السوري كشف نفسه إنه كان كثير مقصر فيما يتعلق بضابط الوضع الأمني الداخلي، ومتوهم إنه مضبوط عنده القصة، مزبوط يعني ما حدا بيقول لا بالموضوع هذا، بس انه ما كشفش الوضع السوري انه كان بموقع قومي مدافع عن العروبه، اجى عمل دستور من اهم الدساتير العربيه، وبقول انه هذا الدستور يتحدد الدول العربيه الاخرى، ما حدا بيتجرأ يقول هذا النفس القومي العروبي الذي تحارب امريكا ويحاربوه بعض العرب وبعض اللبنانيين، يحارب هذا الدستور، يحارب هذا الدستور لانه هذا الدستور العربي اذا بتعصره بيطلع كله عروبي. لماذا لم تكشف كل هذه الحقائق امامكم حينما كانت ليبيا تقصف؟ كيف مين قال لك ان لما كانت تقصف؟ يعني ليش رجب طيب أردوغان؟ مين قال لك انه نحن ممكن نزلت قصف سوري قصف ليبي؟ مين قال لك مثل هذا؟ مش 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 معاليك تحديدا انت، هي الفكره. لا 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 ابدا ابدا، هذا الجناح العربي اللي اليوم يقول انه في حرب كونيه على سوريا، ليش ما قال يوم ليبيا؟ قال لا ما قال، بالعكس حرام قال، ابدا قال، بالعكس طلعنا بيانات، طلعنا كل قوانا الوطنيه نحن في لبنان على سبيل المثال انه طلعت بيانات انه ضد القصف الهمجي وضد التدخل الاجنبي، ضد التدخل الاجنبي في جزائر كثير مهم، لما التقى بالمجلس الاسطنبولي عندهم بالجزائر وعم يشرحوا رايهم، قالوا تعالوا اقول لكم نحن بنفهم الثورات بتقوم عشان تطرد المستعمر من البلاد، هي عمره 80 سنه ما سمعنا ولا مره بثوره، وهن رواد بالثورات الجزائريين، وما سمعنا ولا ثوره انه عم الطالب تيجي لبلدها يجيب المستعمر يجي يستعمر لبلدها مثل ما عم تعملوا انتم، عم تحكوا انتم وهيك عملت. بس هن عم بيقولوا انه نحن ما عندنا الامكانيات لمواجهه نظام عنده كميه كبيره من السلاح، ويقولون انه هذا النظام عنده قدره كثير كبيره على القتل. هذه الحقيقه قاعده ممتازه يعني لازم ناخذ فيها دينيا وعربيا واسلاميا، الحقيقه انه كل ما بدنا شيء نطلب الامريكاني والاسرائيلي تعوا اعملوا دمروا لنا بلدنا مثل ما عملتوا بالعراق، تعوا دمروا لنا بلدنا مثل عملته بليبيا، تعالوا دمروا سوريا، ما شاء الله. هذا الحقيقه بالقران الكريم، في نصوص بالقران الكريم ونصوص بالاحاديث النبويه بتنص على انكم استعينوا بعدوكم اليهودي وعدوكم الامريكاني عشان يجي يصلح لكم اوضاعكم الداخليه، بهني كل الذين ماشيين في هذا الطريق. بالموضوع ايضا بالموضوع السوري وبما فيهم اللبنانيين اللي عم يدعوا على هذا كده، بهني اللبنانيين كمان، رح اوصل للداخل اللبناني والمواقف من الملف السوري. بالملف السوري ايضا قرار مجلس الامن، والامس كان هناك بيان رئاسي صادر عن مجلس الامن الدولي يطالب سوريا بتسهيل مهمه او بالاحرى تطبيق مبادره او طرح كوفي انان الذي عرضه على النظام السوري، برأي حضرتك واصلين الى حل؟ لايك ما يكلوش هاو المعارضات، ما يكلوش جلبوط وتبع جوفيل، هذا بيان رئاسي مش قرار، هذا بيان رئاسي مش قرار كمان، ومش يا لطيف انه ما يعني هالقد ضعيف. وبالتالي روسيا فرضت البديه، روسيا والصين فرضوا البديه فيما يتعلق بهذا البيان. وانا برايي انه بيان منطقي ومعقول ومقبول، انه وانا بعتقد انه سوريا راح تقبل بهذا الموضوع، بس المشكله مش هي تقبل، المشكله انه في المكلفين بالتخريب لن يقبلوا، وبالتالي بدهم يحاولوا هن يخربوا ليقولوا النظام ويجبروا النظام على انه يدافع، وبالتالي يقولوا انه النظام هو اللي خرب. هاي السيناريو اللي بده يصير لاحقا، مثل ما عملوا بالمراقبين العرب، داير بالك لما جابوا المراقبين العرب وقالوا يا لطيف اجوا المراقبين العرب، طلع بالمراقبين العرب عندهم ضمير،
وقالوا انه يا لا يا عمي هذيك اللي شفناه انه الجيش واقف ومش عم يقاتل هذيك عم يقاتلوا بس اليوم غيروهم بكره نفس القصه. هلا بتجي القصه هذه بتجي بتطلع شبيهه بالمراقبين العرب. اليوم الناطق باسم المبعوث الدولي العربي احمد فوزي للنهار يقول لصحيفه النهار ان انان يناشد الان الرئيس السوري بشار الاسد ان اوقف القتال، اسحب القوات وتفاوض مع المعارضه. رح يعملون الرئيس السوري؟ لا اذا عم يحكي هيك هذا ايه بس اليوم هذا واضح من بيان مجلس الامن انه اتحد خلف مهمه انان. هذا مش هيك بيان، مش هيك بيان. لا هو في نقاط سته بالبيان، مش هيك بيان مجلس الامن، هذا اختراع من عنده، هذا اللي عم يحكي احمد من عنده. بيان مجلس الامن بيقول وقف القتال من الطرفين، يقول هذا صحيح يقول احمد، والا بيكون متجني يعني بالموضوع. وقف القتال من الطرفين انا بعتقد انه ممكن يتم. ايه بس كمان بس كمان بس كمان اليوم بالبيان ويجوا للحوار في القاء سوريا في القاء تبع رئيسيه بمسؤوليه القتل على النظام. انا بعتقد انه ما ضمن البيان لا وروسيا ما وافقت، اليس تغيير في موقف روسيا؟ ما بعتقد انه وافقت على انه النظام يبالغ بالشو اسمه. لا اثنين كلاهما متساويين مع بعضهم البعض فيما يتعلق بالبيان، كلاهما وقف القتال من الطرفين. هيك البيان بيقول ومزبوط في قتال من الطرفين. هلا مين اقوى من الثاني؟ تحصيل حاصل، الجيش والقوه اقوى يعني، هذا ما بده يصير. وهوديك عم يضربوا ويهربوا يعني انه مفهوم يعني. لما بياخذ قرار الجيش انه بده ينظف يعني بكل بساطه في يعملها. انا بعتقد انه النظام بيقبل، بس انه عم بيقول الحوار من سيحاول. في شي مره ما طالب النظام في سوريا من اول ما بدت الازمه انه تعالوا للحوار. من سيحاور؟ بيقبل يقعد بعد حوار مع برهان غليون؟ لا مع برهان غليون واحد خاين. هيدي شروط؟ لا هذا خاين. حط شروط. لا هذا خاين. مع مين بده يحاور؟ خاين بلد. مين بده يحاور؟ مع كل المعارضه الاخرى التي لم تطلب التدخل الخارجي. مين يعني؟ كله هيثم المناع وجماعه هيئه التنسيق وكل المعارضه الداخليه والخارجيه كلهم يجوا اهلا وسهلا فيهم، بس برهان هذا نموذج للخيانه العربيه، مش بس واحد بيطالب بانه تعوا يا امريكا اضربي لي بلدي. اليوم بسمة قدمان هي قابله لانه يتحاور معها مثلا؟ ما انا النظام. كل الذين طالبوا بدون تسليم يعني بده ينقيهم واحد واحد مش بنقيهم. لا المعارضه فيها خير اليوم وبركة. سهير الاتاسي اصلا بدي اسالك سؤال، انا برايي انه ما يتعبوش حالهم بالقصه، لانه هو مش احزاب عنده قوه، لا برهان غليون ولا حدا ولا مين ممكن يحاور؟ من يمكن برايك مين لازم يحاور النظام؟ اهم حزب عم يشتغل في سوريا، اهم حزب واقوى حزب في سوريا اللي عم بيخرب بسوريا، اهم حزب هو اللي بيقدر يحاور ليوقف القتال. مين؟ بيمون حمد بن جاسم. حمد بن جاسم عنده قوة عسكرية، بس اليوم عنده قوة مالية، عنده قوة إعلامية. اليوم المجلس هو اللي عم بيخرب، هو شركاء اليوم المجلس السوري. حمد بن جاسم وشركاه، هذا اسم الحزب. طول بالك لحتى احكي هاي. اليوم المجلس السوري طول بالك لاحكي الكلمة هاي. حمد بن جاسم وشركاه من العرب ومن الأجانب هن الذين يخربوا، بالتالي روسيا مطلوب تحكي من أمريكا أن تضبط هؤلاء. بيوم من الأيام اتهمت برهان غليون بأنه ألان جوبير رقم اثنين. بيوم من الأيام اتهمت برهان غليون أنه ألان جوبير رقم اثنين. مين؟ برهان غليون. مين شو ال بيوم من الأيام اتهمته بأنه نسخة أو يعني نسخة منقحة عن وزير الخارجية الفرنسي. نحن برهان غليون من أول من معرف بكل ما سمعنا عنه، ما سمعنا عنه إلا كل شيء سيء، فلا تتهم ناس دخيلك ومعروف. لا أنه يعني إن اليوم الاتهامات توزع من كل حدب وصوب. لا على برهان غليون معروف، بالباقي بالعكس. هيثم مناع مثلا بتحترمه، بيحكي كلام معارض وبتحترمه. ميشيل كيلو مثلا لازم يحاول. ميشيل كيلو محترم، يعني في كثار يعني، في رموز كثيره بدون ما نحكي، بس بيكون عم يحط شروط النظام. حسن عبد العظيم رجل محترم، في كثار يعني محترم. صحيح بالمعارضه السوريه في كثير وجوه اليوم يعني معروفه، بس مش هون السؤال انه مش معناتها عم بحط شروط النظام؟ ايه بالنسبه انه بده يجي واحد يقول له انه انا بدي جي يعني، ما في مبدئيا كانك جاي تحورني لتقول لي انه بدي اجيب قوه لتحتل الداخل وتدمر الداخل، مش مزبوط. طيب بيوم من الايام كمان مع هذا الفريق الاخر بيقول انا ما بدي احاور هذا الشخص بالنظام لانه هيدا بايده دم قتل. كل حال ما بيمون هيك، كله ما بيمون يعني، هاو كلهم يعني. لو صار في حوار انا عم اقول لك انه حرام مضيعه الوقت، إذا بده يجي يحاوروا ما بيمونوا يوقفوا القتال. لشو؟ مش راح ما بيمونوا يوقفوا القتال، لا برهان غليون ولا هيثم ولا ميشيل كيلو ولا حدا اللي بده يتحاور. روسيا راح تقود هذا الحوار؟ روسيا أنا برأيي روسيا الوحيدة اللي فيها تاخذ ضمانات من النظام السوري، وبالتالي إذا بدها بيسمع لها النظام السوري عندما يحين بيسمح لها. في تنسيق كامل، في تنسيق كامل، تنسيق كامل مع روسيا دون شك انه في تنسيق كامل بكل صغير وكبير يعني، القصه الامنيه والقصه السياسيه. وبالعكس اخذت هي تعهد من النظام من بدايه الاحداث انه بده يعمل الاصلاحات اللي وصل لها وعد الاصلاحات. ليه انتقدته قبل 48 ساعه؟ نعم ليه انتقدته قبل 48 ساعه؟ كان في انتقاد، كان في انتقاد، بس انتقاد مبطن ابدا. مثل ما عم نقول نحن انه بيخطئ النظام، نعم اخطأ،
اخطا النظام، بس مش انتقاد يعني. ما برايك، ما برايك حضرتك ممكن روسيا تغير موقفها تجاه الملف السوري؟ ابدا ابدا، مساله استراتيجيه. لا انا بنتقد النظام لانه طور كثير ليحمي المواطنين من المذابح التي قامت بها المعارضه في بعض المناطق. مساله استراتيجيه صح. ابعد من ذلك. مجلس الامن هيدا سقفه بيان رئاسي خلص، ما ممكن يكون ما في اكثر من هيك. في روسيا والصين شو بدنا، رايح الموضوع الى حل. انا بعتقد اكثر صحيح يعني، بس على ماذا انتبه. على ماذا سيقوم هذا الحل؟ يمكن الحل ما يقتصر على سوريا فقط، وانما يعني بتعرف في تواصل مع ايران، يمكن هلا صار بدء الحكي التواصل مع ايران، وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي مجموعه اسس كلها مع بعض البعض. ممكن الحل يتم على هذا الاساس، يعني يتم على اساس انه هيك سله كامله من الـ من الـ سله كامله بقدر هيك ستشمل يعني ايران والعراق والمنطقه بقدر ككل. بقدر هيك ما بتزبط الا هيك، لانه في تصريح ايراني طلع مؤخرا وقال انه اي حل بده يصير معنا لا يمكن ان يستثني سوريا، معناته انه في ترابط، كانه في ربط. يعني اليوم ملف الامن السوري مرتبط بالملف النووي الايراني، مرتبط بالهدوء بالعراق. لا لا لا، بس انه اذا بدك تعمل حوار مع ايران وتقول لها انه افصلي قصتك عن روسيا، مش راح يعني، ولا مثل ما سوريا بتفصلش، لانه كمان حلفاء مع بعضهم البعض، ومن حقهم انه يعني يضلوا التعاون مع بعضهم البعض. يعني بالمحصله الموضوع بده وقت. القصه قصه حلف جديد بده يقوم، حلف جديد بده يقوم هون، وبدها تنطر سوريا وسوريا صمود إيه سوريا. انتبه لي شوي وتاكد ان شاء الله بنلتقي شي مره ثانيه لحتى يثبت هذا الكلام. اكيد صمود سوريا، صمود سوريا سيؤدي لتغيير بمصر وبليبيا وبتونس اللي سيطروا عليهم الامريكان عبر ما يسمى بالاسلاميه، ودفعوا مصاري هالقد وشوهوا، وهلا الحرب الاهليه موجوده. بس تقول الولايات المتحده الامريكيه انها تفاجات على الاقل بتونس ومصر. كذاب يا امريكا، كل عمرك كذاب. انت بتحكي كلمه صدق، كذاب يعني، كذاب رئيسها وكذاب كل قياداتها، وكذاب هذا يهودي، اليهودي اللي جاي ديفيد كوهين من اسمه، يهودي معصور، يهودي بنقط يهوديه جايبينه لا يجي يعطي اوامره مثل البومي. تقول المعلومات اليوم صحيفه الاخبار انه كانت نبرته مهدده. طبعا لا، كنت الزراج مش مهدده، فيلتما مش مهدده، لارسو مش مهدده، اوامر السيد الاعلى، هذا مش تدخل بالشؤون الداخليه اللبنانيه. حرام 14 اذار يعني بعتبره مسكين، هذا جاي ورد احمر وجاي يهدينا السلام، ولا ورد ابيض مش ورد احمر، ولا شو اسمه، جاي يهدينا السلام. بينما اذا بتنفس السفير السوري او حدا بيطلع تصريح هذا تدخل بالشؤون السوريه ولا نرضى به. سيادي خربوا نفسه هون يقولوا سيادي، وخربوا الارز وحرقوا نفس الارز اللي يقولوا سيادي. اي سيادي رح احكي بالداخل اللبناني، بس بدي انهي الملف السوري ونتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعده الى لبنان، الى المواقف اللبنانيه اللي حضرتك. لكن هي الملف السوري بالتالي، تفضل. القصه العسكريه انتهت، القصه الامنيه بالطول، اللي بيسرع بقصه القصه الامنيه حل السياسي، تركيب علاقه يعني نضوج ظروف بين روسيا وامريكا للحوار حول قصة، بلشت اسسها تبين لهذه العلاقه، يمكن بدت بعض الخيوط تبين بالقصه هذه. هذه بسرع بالحلول، لانه عندما تعطي اوامرها امريكا للذين يمولوا، بدناش نضل قدامك يعني هون، الذين يمولوا بالسلاح وبالمال وبالتقريب الاعلامي، بوقفوهم بكبسه زر. والا انتبه اذا طالت القصه بنقلب عندهم، اذا هن بدي يمايلوا. هيدا اللي بدي اساله، والا شو اذا بدهم يضلوا يقولوا نحن بدنا نمول المعارضه وبدنا نخليها تروح تقاتل وتخرب بسوريا، ممكن يلاقوا مين يقول انه بدنا نمول المعارضه بالسعوديه، او نمول المعارضه بقطر، او نمول المعارضه بالبحرين، او الحوثيين، او المنطقه الشرقيه، او اي متهم المعارضه بالبحرين اساسا بانها مموله. لا مش ممول، ما في تخريب عسكري بعد ما قاموا بحرام. ما شفت لهم شي فرد، قلت لي قول لي كانه شفت شي فرد معهم، يعني هذه الاتهامات بس على الفاضي، مجرد انها اتهامات انه يمكن يكون صداقه مع ايران. اوكي بس فرجيني بس انه عملوا شي عمليه لا سمح الله. بعد الفاصل الإعلاني إلى الداخل اللبناني، المواقف من سوريا، موقف الحكومة اللبنانية، موقف النائب وليد جنبلاط، ما وصفته حضرتك بأنه خطاب تحريضي طائفي، وين تجلى هذا الخطاب التحريضي الطائفي؟ موضوع الشيخ أحمد الأسير كان بالبقاع، ما بعرف إذا شاركت معه بالتظاهرة. بدي أسأل بعد الفاصل الإعلاني. حرام تتهم، إضافة إلى مالك تتهم كل التهم، بس مش هالقصة مش هالقد يعني. بدي جواب بعد الفاصل، مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا والى برنامج الحدث، وضيفي رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد. مع الوزير، منذ 8 دقائق ورد خبر على وكالات الانباء ان النائب وليد جنبلاط غادر الى اسطنبول. بعده يعني وليد بايك بعده الحقيقه
بمواقفه المعروفة يعني المعادي هلأ لسوريا بشكل مش طبيعي، وطبيعي أنه يعمل زيارة لإسطنبول كمان أيضا يعني بقيادتها المعارضة لسوريا للنظام السوري. لكن خلاص ما عادش عندهم سنين، ما عادش عندهم، لأنه فلس المشروع التركي فيما يتعلق بسوريا، يعني هوبرة، ما تبقى هوبرة. بالمناسبة كمان بس كل عمر كنت تغنوا برادارات وليد جنبلاط، يعني اللي بيوافقوا الرأي واللي بيعارضوا كان دايما يقول أن وليد جنبلاط ما بيغلط، راداراته بتلقط. لا أنت زبط مع شي رادار، أعطيني هيك شي مثل من الأمثال، أنت زبط شي رادار، أنت يا بيروت بدنا الطار شوي رحنا عند الرئيس بشار الأسد ما زبطش معه، بدك عدل لك كمان، بديش عدل لك كل القصص، وهلا بكره بتنتهي القصه كمان، انا اين شو اسمه سعد تخلي معروف يعني، لا ما تجيش تحكي لي القصه، بس خليني بتركيا، رايح على تركيا يا رايح تجيب نمس مش عارف دبس من 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 الدبس من الاخر. شو في باسطنبول استاذ؟ في اردوغان مهتري، قام ضده الأكراد، قام ضده العلويين، قام ضده الأحزاب، قام ضد الجيش مش مرتاح له، التجار مش مرتاحين، مهتري صار وضعهم مهتري ومكبلين، وعم بيحاولوا بس يعني يعملوا القصة أنه يعني بدهم يجيبوا هيك يعني مؤتمر اسطنبول مثل 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 ما صار بتونس يعني، والنعم شو بده يصير؟ مؤتمر اسطنبول الأول، مؤتمر اسطنبول الثاني، شو صار؟ هو برات هلا بأول نيسان في مؤتمر ل ل وحسنا فعلوا انه حطوه بأول نيسان، يعني شيء جيد، هذا الوقت المناسب له، لأنه عشان هيك ببين نتائجه، يعني بتبين نتائجه، نتائجه سلفا. فلذلك ما يعني ما نراهن كثير انه يا لطيف حدث هذا رايح مثل ليش 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 صعد النائب وليد جنبلاط بموقفه ضد النظام السوري بالوقت اللي كان عم يفتح صفحة جديدة معه؟ مين قادر يعرف؟ لا وكمان سعد الحريري دخلك ما راحش بوز داير النظام السوري دخيل، كن اعذروني اتهمتكم وانا ما اعتذر والى اخره، ونام نام على تخت الرئيس الاسد يعني بال ما شاء الله هناك بالقصر الرئيس الاسد يعني بالقصر عند الرئيس الاسد. فعشو حبيبي يعني انه بدنا يعني هن عم بغيروا يعني مش النظام غير، مش الرئيس الاسد غير، الرئيس الاسد بعده هو هو، بينما اللي راح بوز له داير هو اللي غير، واللي والثاني كمان راح لهنيك وترحب وقال انه انا بعتذر، راحوا اعتذروا وقعدوا رجعوا من جديد وبيروحوا مره ثانيه وبعتذروا كمان. بيستقبلوا النظام السوري؟ والله ما بعرف، ما بعتقد انه بعد هالقد ممكن يستقبلوا. شو لمست حضرتك بهذا الموضوع؟ لهلا لهلا لا. وبعدين؟ بس ما في اضمن. بس لهلا لا، يعني بعتقد انه صاروا مجروحين كثير. مجروحين كثير. من كذا يعني اكتشفوا في بعض الوقائع بسوريا اكتشفوها وتفاجؤوا فيها. ماذا عن موقف الحكومة اللبنانية؟ سياسة النائب النفس؟ مش يعني بيعرفوا انه في ظروف معينة للرئيس مئاتي، بس مش هالقد النائب النفس، يعني النائب النفس يعني بتفهم مثلا بالمحافل الدولية، بالمحافل العربية يا سيدي، مع انه مش لازم تقبل بالمحافل العربية تكون نائب النفس، لأنه في عندك حجة، أنا عندي نصين دستوريين في عندي نص الطائف انتم عملتوه يا عرب ان تكونوا وافقتوا علي ان تكون علاقه مميزه مع سوريا، والنص الثاني بالاول نحن اتفقنا عليه اللبنانيين واخذنا الاستقلال على اساسه الا يكون ممر او مقر للتامر على سوريا، وافقنا اليوم لبنان ممر او مقر للتامر على سوريا دون شك، يعني لطيف هو الممر الاساسي للتامر على سوريا. لو فعلا هيك وماليا لو فعلا هيك ما كانوا قدروا عموما عملوا ممرات انسانيه اللي هي كانت دائما او منطقه عازله، ساعتها بيكون تعدي خطوط الحمر اكثر وبصير بيدفعوا ثمن اغلى بتصير. لا ما بيسترجوا، يعني اليوم لا ينقلوا ما بيسترجوا ما بيسترجوا ولا ولا النظام لا ينقبي نفسه عن الملف السوري. هلا مش نائبي نفسه، لا للاسف شديد هون النائب النفس مش لازم يكون، بس موقف وزير الخارجيه، موقف رئيس الدبلوماسيه اللبنانيه، وزير الخارجيه دائما متهم من قبل الفريق الاخر انه مش نائب نفسه وهو محامي دفاع عن النظام السوري. الاستاذ عدنان منصور احسن المواقف عم ياخذها ومعه حق بالموضوع هذا، بس انا عم اقول انه بالمحافل الدوليه والمحافل العربيه شيء، وبانه انا بنفسي انه شايف ناس عم تروح تهرب سلاح وعم تعمل معسكرات بالمناطق الجبليه المحاده اللي ومسوق الصور موجوده عند الجيش، واعلن عنها وزير الدفاع، ولحد هلا ما اعطينا غطاء للمؤسسه العسكريه ان تذهب وتقضي على هذه المناطق، ما بيجوز هذا. نائب النفس صار هون ضد مصلحتنا الداخليه اللبنانيه. نعم. من هون عم اقول وين في نائب النفس وين مش نائب النفس. ظاهره الشيخ احمد الاسير. هذه الظاهرة امتدت إلى البقاع، كان في تظاهرة الأسبوع الماضي شارك فيها الشيخ أحمد الأسير سعدني بنهاية الأسبوع اللي قطع، شاركت حضرتك؟
لا والله ما كان ليش الشرف ولن يكون لي هذا الشرف الحقيقة، لأنه يعني محاولة الفتن المذهبية وتغذية الفتن المذهبية الحقيقة أنا لا أرضاها، وهجمة سوريا لا أرضاها. فللأسف الشديد ناس مكلفين، في ناس مكلفين، وبعتقد أنه مشروع الشيخ أحمد الأسير من هالمشاريع المكلفة بالتهجم على سوريا بهذا الشكل، والتهجم على الشيعة وعلى المقاومة وهكذا، وهذا التخريب داخلي لبناني وليس تخريب سوري فقط. تقول حضرتك أنه خطاب تحريضي طائفي ولكن يجذب عدد من الشباب المتحمسين. جابوا ناس بسعد نايل، من كمان يعني في البعض من هيك بعض إخواننا العرب، ومن بعض شباب سعد نايل المتحمسين اللي مندفعين واللي مغرر فيهم الحقيقة، يعني بس إنه وين أداي بيجيب، يعني انتبه كيف كنا بالأول تذكر بغض النظر قبل ما يجيب اليوم في خطاب كمان، كيف قرأتم خطابه بوسط بيروت اللي كان فيه جملة من الرسائل، خطابه بحلقة تلفزيونية اللي كان السهام فيها بشكل واضح إلى تيار المستقبل، توزيع أدوار، فتش منين بيتمول، بس تفتش من المتمول بتلاقي من نفس المصدر اللي بتمولوا فيه الاخرين، فاذا توزيع ادوار بين بعض البعض. ما عدنا نصدق هذا الكلام، عاد تقول لي صدقت اردوغان وصدق، ما عدنا نصدق من جديد الشيخ احمد الاسير، لا توزيع ادوار بين بعض البعض، بيصبوا اثنيناتهم بخندق واحد، توزيع ادوار بينه وبين تيار المستقبل، نعم واثنيناتهم بيصبوا بخندق واحد، اثنيناتهم عم بيحاربوا ضد سوريا، عم بيحاربوا ضد المقاومه، شو السر العظيم؟ هو عم بيعرض مثلهم نفس الشيء. بس كمان يعني الكلام اللي قاله عن الرئيس سعد الحريري بمقابلته التلفزيونيه لا يوحي بانه على الاقل في تفاهم بينه وبينه. لا مش بالضروره يكون في تفاهم، بس عم اقول لك اثنيناتهم بيصبوا بنفس الخندق. يعني حتى يحكى انه عم ياكلوا من بعض، عم ياكلوا من جمهوره. اليوم عم ياخذ من جمهور تيار المستقبل، الشيخ احمد الاسير. انا بقول لك يمكن اللي بينتموا مع الشيخ احمد الاسير بيعتبروا انفسهم في شويه عقائديه، بس منو العقائديه تيار الحريري؟ زي ما هي بتقوم بتفوت على الحمام، مش عارف شو بتعمل بالحمام، بتعرف شو بيعملوا بالحمام الاول، وبعدين بتحلق ومش عارف شو بتعمل، وبتروح تحطها زي ما هي. شو هالنظريه العقائديه العظيمه اللي عملها تيار المستقبل اللي بعده عم بيوزعها لحد هلا؟ بينما هذا عنده قصه يعني بغض النظر صح او غلط، بس عم ياخذ له من جمهوره. احسن يا سيدي ياخذ بطيخ يكسر بعضه شو يعني. شفنا مسؤول التثقيف السياسي بتيار المستقبل استاذ محمد سلام واقف مع الشيخ احمد الاسير. ما تقولناش هالاسماء هذه، يعني ما تستشهدناش بالقصه هي، بتخلينا نسد، لانه للاسف الشديد في ناس تصهينت بعض بالطائفه السنيه، في ناس تصهينت بعض الرموز، يعني بعض مش الرموز يعني بعض الناس تصهينت، وكلامهم بيصب بالمصلحه الصهيونيه تماما. هذا اتهام. انا هذا لا هذا رايي، يعني رايي بعرف هو رايه، يعني حكى راح لان على بقى كمان ووسخ شوي اسلام، فبالتالي هذا رايي فيه يعني. وهذا يعني لوين واصل الوضع بلبنان؟ الوضع بلبنان ما في خوف عليه، بصير في كباشات سياسيه مثل ما انك شايف، ولكن كباش امني ما بصير، لانه ما في يعني بيناتنا يعني ما في توازن قوى، عشان نحكي بالمشبرح يعني ما في توازن قوى، حزن تبهور، بتعرف داير بالك ما يسمى بسبع ايار. ما بدي اسالك بسبع ايار يا سيدي، انتشرت شي 10-15 الف برودي لتيار المستقبل ببيروت، وعملوا حد بيتي مكتب، لو انتشرت مكان قدروا عملوا شيء على الله، انتشرت مرتزقة. واحد التقى بواحد من الحرس قبل سبع ايار، شو عم تعمل هون؟ قال له انا حرس مع بيت الحريري. قال له يخرب بيتك حرس وبركي صار في مشكله، شو الله جبرك تهدر؟ قال له انا بس اسمع اول طلقه بتلاقيني ببلدنا هونيك، من الباعه بتلاقيه بالبلد الفلاني اللي هو بلده، يعني بتلاقيني ببلدنا بالباعه. وهيك صار، سمعوا هو مش اول طلقه، ما فيش طلقه، هو زدت وهربوا وطسطسوا على كل ال 500 دولار و 500 الف اللي كانوا يقبضوها من شو، ما عادش. وهلا طيب ما شو فرفطت الناس حواليهم لانه ما عادش دفعوا، لي شو لا عم بيجيبوا 2500 واحد على البيال عشان يعملوا احتفال فيهم، وتركوا يا لطيف جماهيرهم مليون ونص او مليونين، وصلت اخر بورصه للمليونين، بس شو خرب شاهد عيال شافوا مليونين، ما تشهد عيال هوليك، شاهد عيال شافوا عدهم مليونين واحد بلبنان، نص لبنان اجى تبل، وين ما عادش طلعوا، لانه عارفين حالهم فلسوا بس رغم كل شيء فازوا بالانتخابات، ولو من نائب وليد جنبلاط قلب، مش انا هون الارقام يعني، مش هون أنا مش هون انا هون بورصه الارقام بتلعب، مش انا قلت امريكا قالت مليار و200 مليون دولار. واخطر ما في القصه، اذا استمرت هذه الثروه البتروليه تستخدم بهذا الشكل البذيء بليبيا وبتونس وبمصر وباليمن وبلبنان وبالعراق وبسوريا والى اخره، هذا يجب انه يحجر
على هذه الثروة، ما بعرف بأي أسلوب من الأساليب، لأنه مش معقول أبدا أن يستمر هذا الوضع التخريبي مستخدما الأموال العربية تسرب بهذا الشكل لتخريب البلاد العربية. بالمحصلة ترى حضرتك أن الوضع بلبنان مريح؟ ما في خوف؟ أنا برأيي أمنيا ما في خوف، سياسيا في كبشات، بس من حسن الحظ بديت امبارح معالم تحرك، يعني كانت كمان الوزارة نائية بنفسها عن العمل، عن العمل الداخلي يعني الحكومي. عن الإنتاج الداخلي الحكومي، فحسنا بدوا أنه أقروا موضوع هيئة إدارة النفط وإن شاء الله الكهرباء قريبا، وإن بخلاف ما بخلاف قرار مجلس شورى الدولة، يعني ما كله ما عليه شيء، كله بس قر أعمال، يعني أعمال لو أخطأت أعمال. بس وقت الوزير شرب النحاس كان تقريبا شبه ملزم قرار مجلس شورى الدولة، وقت قالوا أنه ما فينا نتخطى قرار مجلس شورى الدولة. هلا ما السر، مش أول مرة بلبنان القصص هذه بتصير، قطعوها امبارح، مش أول مرة، إيه بيقطعوها، إن شاء الله يقطعوا لنا التعيينات كمان. إيه بس قطعوها على أساس محاصصة وست بستة مكرر ومداورة على ذمتك مش حرام، ما فيش في نزاهة عندنا ولا في شفية ونزاهة، حرام تحكي الكلمات. وين؟ 16 مليار دولار ولو وين؟ ما بقول لك 16 وين؟ مليار دولار. إذا اللحمة، إذا اللحمة ما شفت الجرايد، اللحمة ما فيها نزاهة، ما شفت لكن اللحمة والدجاج مالك، ما شفت الجرايد أول امبارح نشري 16 مليار دولار، كل قرش وين انصرف؟ خلص صار في شفية بالقصص، ما عادش في شيء، فضيحة. 16 مليار دولار ما حدا عم يسأل كيف انصرفت، ولا بقول لك انصرفت كيف انصرفت، ما دامك واضح يا مع احترامي للرئيس السنيور، يعني رئيس السنيور حمل شنطة، عم بحكي لك كلام وهو إن شاء الله يسمعني وبيكون طبعا بيخبروه، حمل شنطة بال 2005 مليانة دولارات راح ليرشي فيها ضدي طبعا بالبع الغربي الناخبين. هذا منين اجت المصاري؟ ما بعرف، كانوا من الحريري ولا من 16 مليار دولار ولا منين، ما بعرف منين. نفس القصة بال 2009، هذه الأموال اللي صرفت بال 2009 المليار و200 مليون، هل من 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 انتم مش عم تصرفوا كمان بالانتخابات؟ منيح بتصرف، بتعرف الصور والدعايات وال شو اسمه هول اللي بيطلعوا المراقبين تبعك والشباب تبعك، بتصرف عليهم، بس بتصرف مليار و200 مليون دولار، تخنت انت يعني كمان، ما انا ما بعرف قصة القصة، ما بعرف هالقد هالقد، ما بعرف قد بتصرفوا مليار و200 مليون دولار، ب 16 مليار دولار وين صرفت؟ وين صرفت؟ حتى لو انصرفت اذا بهيئه الاغاثه كيف وكيف انصرفت؟ اللي اجت الى لبنان بين حرب تموز. طيب حرام، حرام هذا الكفر هذا، يعني وين؟ لا واللي انصرفت خارج الموازن، يعني اكثر من موازن، يعني بدون ما هو بدون ما في موازنه من 2005 ايه بدون شرعيه، يعني عم نمشي على القاعده الاثنا عشريه. تماما، مش القاعده الاثنا عشريه، متجاوزه القاعده، اضافه للاثنا عشريه، بدون قرارات لا وزاريه ولا بس هيك قرارات فرديه. هذا كله هلا اذا الوزاره، عوده للوزاره، الوزاره اذا بتعملنا تعيينات وتشكيلات الدبلوماسيه والتشكيلات القضائيه، تحاول تعملنا قانون انتخابي جديد وتحرك القصه، رح يصير في قانون انتخابي جديد على سيره قانون الانتخاب، رح يصير في قانون انتخابي جديد ام رح نرجع لقانون غازي كنعان او قانون 60؟ اخر كلام سمعناه من دوله الرئيس نجيب مئاتي انه عم بيحضروا شيء، وزير الداخليه انهى مشروعه، انهى مشروعه وادبه، والمفروض يعني المفروض انه يطرحوه امبارح او اليوم، وقبله الوزير زياد بارود كم مشروع عمل وكم مشروع قدم وكم مشروع تعب حتى من قبل ما يكون وزير، والوزير فؤاد بطرس عمل مشروع، ما هو يمكن اللي قدمه لبنان بلد مشاريع الاوانيه، يمكن اللي قدمه الاستاذ مروان شربل اللي قدمه هو شيء من عند من مشروع فؤاد بطرس، وان شاء الله ان شاء الله يقر، يعني لنشوف انه كيف بدهم يعمل. في عندك كمان هون في روسيا والصين معهم حق الفيتو، بتعرف يعني في ناس هون لبنانية ما عن حق الفيتو على القوانين. مين؟ الأستاذ وليد جنبار ما هو حق الفيتو؟ طب هو اللي بيقول لك انه بيمشي القانون ولا بيمشي القانون، بيصوت هون ولا بيصوت سوني اليوم واذا بدك يسقط الحكومة كمان اليوم، هو كفة الميزان، هو من يرجح كفة الميزان طبعا، اي قانون من القوانين وليس قانون الميزان. وين اليوم النائب وليد جنبار؟ بيصلي بمحل وبيتغدى بمحل، يعني مش معروف كيف القصة. ما بقى حليفكم؟ بلى بعده حليف، هو عم بيقول انا بعدني حليف نهاون، وبنفس الوقت مش قاطع مع الاخرين، هو بيقول الكلام هذا، بتعرف انه يعني ما فيش يعني اي شيء. بتخافوا من مواقفه للنائب وليد جنبلاط؟ يا اخي هو اللي عم بيحدد مسيره البلد، يعني المسيره السياسيه بالبلد هلا حاليا هو. يعني كل هو من يرسم سياسه لبنان؟ يعني قول لي اي وزير، اي قانون انتخابي فيك تعمل اذا ما اجى معك الاستاذ وليد جنبلاط هون، وإذا راح لهونيك في يفرض كمان أي قانون انتخاب آخر. بعد في هيك ملفات صغيرة بدي أحكي عنها بشكل سريع. موضوع هيئة إدارة النفط مثلا على سبيل المثال، يقوم المشروع على تعيين 6 أشخاص موزعين طائفيا، وتكون الرئاسة مداورة، هي هذا التعيين على 6 سنوات، تكون الرئاسة مداورة سنة بسنة.
يقول مجلس شورى الدولة أنه مسألة مداورة الرئاسة غير جائزة قانونيا، وعلى الرغم من هذا كله أقرينا هذا الموضوع. أنا بقول ما على شيء، بس تمرق القصة يعني، وعندك هاي 6 سنوات تلزيم وبداية لنصل لبداية الإنتاج. بعد بداية الإنتاج لازم يكون في عنا وزارة بترول. ما هيك مختصة بالبترول بس، هيك أنا بعتقد. قال الرئيس بري أنه خلال الأيام اللاحقة وعد بمفاجأة بموضوع النفط البر على البر. بريا يعني ممكن يكون عندنا نفط بالبر. الله يرحمه خيو للوزير عاصم قنصو، عاصم قنصو غسان، لانه كان دائما يقول انه في مناطق معينه فيه بالبع، فيه وبعربك البع الشمالي، البع الشمالي والبع الغربي فيه، وبعتقد ليلى يعني عندكم بالبع الغربي في نفط؟ انقال كمان انه في نفط. وين تحديدا؟ تقريبا بالزمنات اجوا بال 56 النقطه الرابعه وحفرت ابار بس على عمق معين، ما كثرتش يعني. وين تقريبا يعني؟ ببيئية بمنطقة البقاع الغربي، منطقة البقاع الغربي صوب منطقة الحدودية بين جنوب والبقاع الغربي. هونيك قال انه في مش غلط. قد ايه ممكن يساعد لبنان وجود ال 85 مليار دولار اللي انسرقوا من 100 خط يعني، هيك ما بتبسم ليش على الفاضي. سرقوا مثل مين 18 اللي سرقوا؟ مثل 18 مليار اللي مين المسؤولين؟ رؤساء الحكومات اللي تولوا على الحكم هن المسؤولين الاوائل، وبعدين يعني الوزراء اللي تولوا على الحكم. الرئيس راح رفيق الحريري، رئيس عمر كرامي، رئيس سليم الحص. لا، رئيس عمر كرامي منشار عنه انه سرق قرش منه، ورئيس سليم الحص حرام عليك، ورئيس فؤاد الثنيورة كله، ورئيس نجيب ميقاتي. فؤاد الثنيورة بعهده 16 مليار دولار، ورئيس نجيب ميقاتي. رئيس نجيب ميقاتي ما ابدا ما انحكى عليه، ولكن في يعني حاصرين بالرئيس الراحل رفيق الحريري والرئيس فؤاد الثنيورة. الحريري هذه الحريريه السياسيه، الحريريه هي اللي عملت الفساد كله، عملت الفساد بالسوليدير وبالسكرين وبالسلولر وبال 85 مليار وباللعب بالدولار وبكل صغير وكبير. كمان في موضوع بدي اسالك عنه معاليك، هو موضوع دار الفتوى. نعم. اليوم هناك حملة على سماحة المفتي تطالب بالاستقالة أو التنحي جانبا ليتسلم نائب رئيس المجلس الشرعي الأعلى عمر مسقاوي رئاسة يعني هذه الدار إلى حين تعيين مفتي على خلفية اتهام نجله راغب بسرقات مالية. اليوم أين هو النائب عبد الرحيم مراد أو الوزير السابق عبد الرحيم مراد من هذا الموضوع؟ يعني أنا بتعرف علاقتي بالمفتي مش كثير منيحة، كنت جاره وهربت من جيرته، يعني صرت مقابله واخطا معي الحقيقه، هو بيعترف انه اخطا بس اخطا معي، ونحن ما كناش مقصرين معه حتى يوم 7 ايار انحكى علينا، بالعكس كنا الى جنبه بشكل مستمر رغم الخلاف بين بعضنا البعض بقصه ما يسمى بالكاميرا. انا برايي انه مش مؤهل انه يكمل سمحت المفتي، بس انه بعرفش كانه بيكمل بعد سنتين او سنتين. بعد له سنه ونص. بس انا بدي اسال سؤال بريء، انه انعمل قبل المره لما قال عن فضائح الماليه انعمل اجتماع لخمس رؤساء وزراء سابقين. 2 كانوا مع الرئيس مع استمرار المفتي اللي هو الرئيس السنيورة والرئيس الحريري سعد الحريري، وثلاثة كانوا ضد الرئيس الحص. 2 كانوا ضد الرئيس الحص والرئيس كرامي، ونقى بنفسه الرئيس ميقاتي. الرئيس ميقاتي كعادته الرئيس ميقاتي زمط وقال بلفلف الرئيس السنيورة وبيدفع المصاري عنه، ما بعرف شو عمل، شو هذا ما بدا هلا مع انه ليش برايك؟ لانه السياسية ما عادش مطوع معهم، مش سر اليوم واضح انه اليوم تحت باطن. اليوم واضح انه الحمله شرب حليب سبيع المفتي ووقف وقفه مستقله. حليب سبيع انا اول مره بشعر انه شربان حليب سبيع، عم بيقولوا لي اللي عم يروحوا لعنده يجوا لعندي لانه جاره، انا بيطلعوا من عنده بيجوا لعندي بيقولوا لي الزلمه شربان حليب سبيع، عم بيحكي كل الكلام وعم بيحكي عم يفتح الملفات كلها علي، على الرئيس الحريري وعلى سعد الحريري وعلى الرئيس الحريري الاول مش عارف، بس على الرئيس الحريري الثاني وعلى الرئيس السنيور، عم يحكي كلام يا لطيف من فوق اسطول فعال. يعني اذا عم يحكي هذا الكلام وهن بيستاهلوا انه ينحكى عليهم، يعني ليه هلا بدهم يطيروا؟ ليه ما طيروش من قبل؟ ليه بدهم يطيروا؟ انا مش موافق على تطيروا هلا اذا بدك، بس انا بقول شغله ثانيه، نحن عم نلتهي انه منطير المفتي ولا منطيرش المفتي وابن المفتي ومش عارف الى اخره، وهذا الاعتداء علي انا يعني همجيه انه اعتداء على واحد صحيح بداخل مقهى بتحاكمه بتعمل الى اخره قصه ثانيه، بس انه تضرب تعرض لاعتداء هي همجيه حرق. يعني انا تعاطفت معه بالمناسبه، يعني مع انه هي في وضع ان وبعرفش كانك بتتابع القصه هيدي، وضع ان سنيا مخجل الوضع، وخربوا الرئيس الحريري الاب، يعني خرب الحقيقه الوضع هذا وعمل ركب هيئه انتخابيه مثل ما بده، وكله عارف اللي بحط على راسه لفه بيطلع يحكي اللي بده اياه بالمساجد وما حدا بيقول له لا، عارف قد ايه في هلا في عندنا واحد بقريه من القرى سوري
قاعد عم بخرب تخريب وعم بيصب مسبات وعم يشتري سلاح. وين الدولة؟ هذا سوري مش لبناني. لو كان الدولة تمسكه هذا وتحبسه وتطرده وتسلمه لسوريا، ما بيجوز يستمر هيك الفتنة المذهبية والفتنة الطائفية والفتنة ضد سوريا والتحريض وهذا التخريب اللي عم يعمله، ما بيجوز أن يستمر بهذا الشكل. هون المفروض يكون في سلطة عند المجلس الشرعي كمان أنه يراقب هؤلاء رجال الدين، مش يطلعوا وإلا فلتاني القصص، مش بس عند السنة، عند السنة وعند الشيعة عند الدروز وعند المسيحيين اليوم حتى المرة. اليوم المطالبات مش بس الهجمة على المفتي ودار الفتوى، أيضا على البطريركية المارونية. يعني البطرك الراعي كان له موقف ما عجب فريق سياسي، اليوم هناك حملة على البطرك الراعي. تقول المعلومات أنه البطرك قريبا له زيارة إلى كندا، أبلغت كل التيارات السياسية المرتبطة بفريق معين وكل الكوادر المرتبطة بفريق معين أنه تتجاهل هذه الزيارة وما تساعد ما تشارك بتحضيره. إيه طبعا راح البطرك الراعي راح على مصر. شيخ الأزهر بشيء يذكر، شيخ الأزهر ما استقبلوش بناء لطلب من 14 أذار من هون، استقبل شمعون بيريز وكانوا مرحبين. 14 أذار كانوا مرحبين باستقبال شمعون بيريز، ما استقبلوش البطرك الراعي لأنه عم يحكي كلام وطني وكلام شو اسمه. شو وين وصلنا لآخر معالم يوم القيامة الأزهر هذا يصير فيه بهذا الشكل وبهذا الموضوع. بدي أرجع أقول لك شغلي فيما يتعلق بالإفتاء. نعم. بالإفتاء أنا برأيي طبعا دكتور عمر مسأوي خير من سلم، مع أنه نحاز سياسيا وطبعا مش لا طالما متعلق. كان موقفه هيك الوزير السابق عمر مسأوي، لا طالما من 92 من يوم وجدت الحريرية السياسية، والوزير عمر مسأوي بيقول أنا كنت مرشح لمفتي، بحب هذا الفريق، أنا كنت مرشح لمفتي يعني. وفي ثاني واحد ثاني أنا بعتقد مين؟ خالد دباني. يقعدوا مع بعضهم البعض ويجيبوا واحد ثالث. إيه؟ وهودي يعملوا لنا يعني صيغة جديدة لكل شؤوننا السنية بالأوقاف بالإفتاء بالمفتي بالأساليب. عندك ثقة فيهم هودي الشخصية؟ إيه. بعد شي عمر مسقاوي وخالد بعد شي واحد أباني. ثالث مثلهم يعني خالد دباني يكون هو رئيس اللجنة ويجوا معه اثنين من عمر مسقاوي وشي واحد ثاني ويعملوا يعملوا يعملوا وهذا بتكون مهمة ربانية دينية. الله يا خالد دكتور خالد هذا الله سبحانه وتعالى بدي أحكي لك إياه هلا بس اطلع إذا ما كنت سمعني. الله بيكتب لك إياه هذي بحسناتك إذا قدرت تنقذ السنة بمشروع جديد يعمل قصة حضرية لهذه. يعني اليوم رسالة موجهة إذا إلى الوزير السابق دكتور خالد دباني والوزير السابق الرجل المحترم مصاوي. دكتور خالد دباني والرجل المحترم الدكتور عمر مساوي لازم هذا الملف يتسكر بعد معهم شي واحد ثالث، يعني مش وحده لانه بعد واحد ثالث لانه هو اثنين شوي محسوبين كمان سياسيا على الطيار الثاني. في بدنا شي واحد من الفريق اضار في بدنا شي واحد من الفريق اضار طبعا لازم ولو في برشح لهم مهمتك رشح لهم حدا. نحن لهون بينتهي موعد حلقتنا. رئيس حزب الاتحاد والوزير السابق عبد الرحيم راد، انا بدي اتشكر حضورك معنا في هذه الحلقه. اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطه، وعلى امل اللقاء القريب بك في حلقات مقبله لمزيد من الوقوف على الأحداث والتطورات في لبنان والعالم العربي والعالم. شكرا. مشاهدينا الموعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت. حتى ذلك الحين إلى اللقاء.